اهلا بيكم مره تانية. الفقره دي حضرات تهم كل ولي امر عنده ابن عنده فرط حركه، عنده ابن مشاكس، عنده ابن عنيف، عنده ابن عندي، عنده ابن ما بيذاكرش. فكره تعديل سلوك الاطفال وتحديدا من خلال الرياضه، ده المحور اللي هنتكلم فيه في الجزء الاول من الفقره الاخيره النهارده ان شاء الله، طبعا بحضور دكتوره دعاء بيرو خبير تعديل سلوك الاطفال. صباح الفل عليكي واهلا بيكي. صباح الخير على كل مشاهدي طبعا قناه الاهلي، وسعيده ان انا جدا معاكم النهارده. واحنا كمان دكتور عبير، واحنا بننوه عن الفقره كنت بسال كريم كده بقول له وانت طفل كنت يعني عامل ازاي؟ الاطفال انواع كتيره جدا، يعني الخجول، الواثق في نفسه، العنيد، الاناني، بالظبط حاجات زي كده. فمعلش، هو دعاء بيرو ده اسم العائلة؟ مش نكنيم، انا قلت لك عبير على اساس بيرو. انا كنت لسه عند الاسم، مش سلوك بقى، لا ده اسم جدي ومش دلع ولا حاجه، بس مش مصري. لا ولا مصري يعني، لا في اصول من بس اكيد حد بيتلخبط ويقول لك عبير. ها لا ده على طول يعني، فخذي راحتك. دكتور دعاء، ففي الطفل الخجول، في غيره. فكريم كان بيقول ان هو من طفل كان خجول، مش ملتزم قوي بس هادي وغيره. انا قلت له انا النقيض، انا فعلا كنت شقي جدا، واي حد يضايقني اضربه، واي حد، لا والله بجد ما شاء الله اضربهم بالقلم كمان، سلوك عدواني يعني، مش عارفه. لا اي حد يضايقني جبروت في حضانه، بس اقول لك على حاجه، عمري ما شفت طفله في حضانه عندها جبروت. يعني شقيه ماشي، لكن جبروت وفي البنت كمان. بس اقول لك على حاجه، والله انا كان انا دايما رد فعل، يعني انا ما اروحش اضايق حد، بس لو حد ضايقني كنت بضربهم بالقلم. اللي يضربك يضربني، المبدا اللي هو كان كل الابهاء والامهات عايشين بيه. واستدعاء ولي امر بقى كان قصص. فيعني فيعني خلينا نبدا من حالاتنا كده والكيسز بتاعت الاطفال اللي زينا، وبعدين نخش بقى، لان طبعا حتى لو في ناس كده او اطفال كده لازم يتم تعديل السلوك، عشان في المستقبل لو الموضوع زاد عن حده، لو فتره اوكي، بس لو زاد عن حده بيبقى مرض طبعا ولازم يتعالج. احنا بدايه لو اتكلمنا عن تعديل السلوك، ايه المقصود بتعديل السلوك؟ تعديل السلوك ده نوع من انواع العلاج، العلاج السلوكي. بمعنى ايه؟ ان انا بغير وبعمل تبديل لسلوكيات غير مرغوب فيها، غير محببه، الى سلوكيات اخرى محببه ومقبوله ومقبوله من المجتمع. وده بيتم عن طريق التعزيز الايجابي والسلبي، يعني بمبدا الثواب والعقاب. يعني زي مثلا الامهات في البيت، وده بيمارسوه بطريقه طبيعيه جدا، لما ابنها بيجيب درجات كويسه فهي بتديله مكافاه، بيبقى فيه ثواب، بيبقى فيه تحفيز، وبتعمل سبوت على السلوك الايجابي. لكن لو جاب درجات مش كويسه، اخفق في حاجه، فبالتالي بتحرمه من حاجات معينه، بيبقى فيه عقاب عشان تكرهه في السلوك ده، فيبدا يعرف ان هو عمل حاجه مش كويسه، عمل تراخي في ماده معينه، فيبدا يغير من سلوكه. اذا العقاب مطلوب والثواب مطلوب. السلوك، تقديم السلوك في حد ذاته، ما ممكن يبقى في حد شايف شيء ايجابي في سلوك يبدو سلبي. يعني مثلا الشقاوه، في ناس بتشوف ان مرجعيتها ذكاء، فاهم قصدي؟ حقيقي ان ومفيش داعي ان احنا نجهد الشقاوه بتاعت الطفل الشقي، عشان ده ممكن كانه بيفرمل معدل الذكاء بتاعه. حضرتك بتقول حاجه حلوه جدا، ان قد نرى السلوك اللي الناس تانية شايفاه ان هو مش مقبول، ان هو حاجه ايجابيه، بس يتوظف فين بقى استاذ كريم؟ يعني احنا نوظفه فين؟ ما هو الطفل اللي بيتحرك كتير في الكلاس ده محتاجين ان احنا نوظفه بطريقه سليمه، عشان يبقى، عشان بعد كده ما يبقاش حاجه تانية في الرياضه مثلا في المستقبل. الطفل الشخصيه القويه، احنا محتاجين ان احنا ما نفرطش قوي في ان احنا نشكر فيه، او ان احنا نحفزه قوي، او ان احنا نشجعه، او ان احنا نخليه يختار بنفسه، فيبقى اناني وعنيد وبيتعامل مع زوجته بطريقه مش كويسه، في الشغل بطريقه مش كويسه. فهي فكره ان انا ممكن فعلا ان السلوك اللي عندي ده ممكن يكون الناس شايفاه سلبي، بس انا ممكن اوظفه بطريقه ان هو يبقى ايجابي ومقبول ولطيف. لا دي نقطة صح على فكرة. عشان كده تاني وحضرتك برضو تأكدي لي المعلومة دي، الشخصية بتتكون من الصغر، يعني طبعاً. يعني كل الناس اللي بتكبر وعندها مشاكل نفسية أو غيره، دي بتبقى بسبب حاجات شافوها في طفولتهم. من سن كام بقى تحديدا لكام؟ يعني هل فعلا زي ما قريت من سن 7 سنين لغاية 13، ولا مش ده السن؟ لا هو فعلا من سن 7 ل 13، ومن قبل كده كمان. احنا لازم نهتم جدا بالفتره اللي هي من 3 ل 7، دي فتره مهمه جدا. ناس كتير قوي بتقول لي ما صغير ايه يعني لما يضرب، ايه يعني لما يبقى عنيد، ما هي دي السمات بتاعه الاطفال. لا بالعكس، لازم جدا نروض الطفل ونخلي بالنا جدا من تصرفاتنا. بمعنى ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه.
الأطفال كلها بتتعلم عن طريق المحاكاة، ودي الوسيلة اللي بتتعلم بيها، مش الاوردرز والكلام الشفوي. يعني معنى ايه؟ ان هم بيشوفونا بيقلدونا. يعني ما اقولش الواحد اعمل كذا وانا مش بعمله. مثلا اقول لابني ما تكذبش، اوكي اوكي، او ما تعليش صوتك ولا عمال اعلي صوتي في البيت. ويجي لي مثلا يجي لي مكالمه، فاقول لمراتي اقول له بابا نايم، اقول له بابا نايم، انا مشغول، انا مش فاضي. فانا كده انا بقول له ما تكذبش، وانا كذبت. فالطفل كده ايه هيحصل عنده؟ ايه اضطراب هوكم؟ يعني انا طب اكذب وما اكذبش؟ طب انا هيحصل ايه؟ ففي اضطراب عنده في الشخصيه. طب هو ده الكذب، ده سلوك مقبول ولا وحش ولا ايه؟ اذا كان هم بيقولوا لي في المدرسه ما تكذبش، بابا برده بيقول لي ما تكذبش، فانا كده التفاصيل الصغيره هي دي اللي بتاثر في شخصيه ابني. يبدا بعد كده السن الصغيره دي لو ما قاومتوش يبدا في المراهقه ما يبقاش كويس، بعد كده في الشباب، ونلاقي بقى الجرائم الثانيه اللي بتحصل بعد كده. هو اي سلوك لدى الطفل قابل للتعديل والتقويم، ولا في طباع معينة يعني واخدة صورة سلوكيات لكن هي في الأصل مرجعيتها أن ده طبع في الطفل ده؟ لما عملوا الأبحاث والدراسات قالوا أن السلوك مكتسب وليس وراثي. يعني إيه مكتسب؟ مكتسب من البيئة ويصلح تعديله، زي فرط الحركة، زي الأنانية، زي العند، زي الخوف، زي التردد، زي عدم اتخاذ القرار والتردد، زي الأنانية. كل الصفات دي مكتسبة من البيئة، لأن احنا بنتصرف معهم بطريقة معينة هي اللي بتخليهم بالمنظر ده من هم صغيرين. بالزبط. بمعنى ايه؟ لما الطفل هو صغير ألاقيه بياخد على جدته فبيناديها باسمه، أو بيشتم ده أو بيشتم ده، فأقول الله ده لطيف، ده بيشتم وكلام ده كله، وشايفاه حاجة لطيفة مع ان دي حاجه مش لطيفه وانا ما قومتهاش من هو صغيره. فيبدا بعد كده ما يحترمش الاكبر منه. اذا التصرفات اللي احنا بنعملها واحنا صغيرين لازم نخلي بالنا منها عشان تنعكس بعد كده عليه وهو كبير. طب لو هتتفقي معايا دكتور دعاء في النقطه دي، في اباء بقى هم اللي عندهم مشكله، يعني هم يمكن من تراكمات وهم اطفال عندهم مشكله عندهم نفسيه، عندهم امراض نفسيه، فبالتالي بيربوا الجيل الجديد اللي هو اولادهم في السن اللي هو بيتكون فيه الشخصيه بطريقه اصلا غلط. فتلاقي الاب النرجسي، الاب اللي يعني اللي مش مهتم خالص، اللي بيفكر في نفسه، حاجات زي كده، في انواع كتيره. فيبتدي ده يصدره لعياله، فيربيهم بطريقه يطلعوا زيه بالظبط، ده لو ما كانش اوحش. فهنا مش الطفل هو المسؤول، هنا الاب او الام. دي كارثه ثانيه، هي التربيه دي طبعا، كارثة التربيه أخرى. يعني احنا مثلا بنقول ايه لما بيجي مثلا في المدارس المدرسين لما بتكلم معاهم، فيقولوا لي ده الطفل ده عنيد قوي. جينا بقى لما بحثنا ورا الموضوع ده، العند والاجريسيف ده، ان بابا وماما عندهم عند قدام بعض، بيتخانقوا قدام بعض، مفيش مرونه، فبالتالي الطفل بيكتسب هذه الصفات، ان هو ما عندوش حته المرونه في ان هو يتعامل مع اللي حواليه، تقبل النقد، ان هو يتعامل بحب تقبل الاخر، او الاحساس كمان بالدونيه. ده العدوانيه ساعات بتبقى من الاحساس بالدونيه وان هو مش متقبل نفسه. تيجي هنا بقى دور الرياضه في تغيير هذه السلوكيات. حلو. الرياضه الحقيقه دايما يعني الناس بتلجأ لها في كمان املا في تغيير طباع معينه في اولادهم. يعني مثلا اولياء الامور اللي عندهم ابن عنيف بيقول لك نوجه الطاقه بتاعته دي او فرط الحركه نوجهها للرياضه عشان يستفيد منها، او الخوف والخجل. اللي عنده ابن مثلا خجول زياده، انطوائي، يعني مسالم بشكل مبالغ فيه، ففي اولياء امور بيقول لك ده هيعيش ازاي الواد ده لما يكبر، فلازم ندخله برضو يلعب رياضه، حتى رياضه قتاليه تحديدا، يقول لك عشان دي ايه هتشكل له شخصيته. فالى اي درجه الكلام ده مظبوط؟ الكلام ده مظبوط جدا. الرياضه لو احنا قعدنا نتكلم عليها حلقات، هي بتغير شخصيه الانسان 180 درجه. مش بس جسمانيا، ان هي بتحسن الشكل الجسماني والصح، مش الصحه بس، مش هي بتحسن يعني عضله القلب، وان هي بتمنع من الاصابه بالامراض كمان. الرياضه يعني لما عملوا مقارنه بين الطفل اللي بيلعب رياضه وواحد تاني، لقوا ان الطفل اللي بيلعب رياضه ده لما بيبذل اي مجهود عادي في حياته مش بيحس بالاعياء والتعب زي طفل تاني ممكن يطلع سلم مش بيلعب رياضه. فالرياضه طبعا بتغير السلوك 180 درجه. يعني مثلا حته الطفل اللي هو العدواني، والعدواني ده ممكن يكون عدواني بالجسد وبالضرب او باللفظ، ان هو دايما بيضرب اللي حواليه، بيضرب اخواته، بيضرب زمايله في الكلاس. فحته بقى، وده بيجي زي ما قلت لحضرتك ليه، ان هو بيشعر بالدونيه وان ما حدش حبه، ما حدش متقبله، ده بيحصل. فحته تيجي بقى ان اهله يجوا كيس بتجيلنا كده، ان اهله يودوه يلعب رياضه، فلما يلعب رياضه الممارسات اليوميه، وان هو بيقابل ناس وبيقابل الكابتن وبيحس انه فريق،
بيحس انه الناس متقبلاه، فيبدا هو نفسه يحب نفسه، ولما يحب نفسه تزداد ثقته بنفسه ويتقبل، ويبدا يتعامل بشكل مريح مع الاخرين وبشكل ايجابي. زي الطفل مثلا برضو اللي هو الجبان والخواف ده، اللي هو مش عايز يحتك بحد. ده بقى اهله على طول مخلين بالهم عليه، قافلين عليه ولا ايه؟ اللي هو هو يعني بيبقى ممكن يكون وحيد احيانا، ممكن يكون كمان من كتر ان هو مش بيكتم مشاعره، كبت المشاعر وتخزين المشاعر بيعمل حاجه من الكبت والاكتئاب، وتوصل للتوحد والخجل والامراض اللي احنا بنشوفها. يبقى الاهالي عليهم دور كبير جدا برضه يعني. طبعا يعني ان كنا بنقول المدرسه مهمه، فالبيت ده نمبر 1. ففي حته ان احنا الرياضه نلعب بقى، يعني اذا كان الخجل ممكن يكون عند البنات وممكن يكون بنسبه، بس مش زياده عن اللزوم. بقول لك بضربهم يا دكتور، بضربهم. كنت واخده حقك بس كان بتضربه بخجل للامانه برضه، يعني كلمه حق لازم تتقال. يعني برضه ايه، متحفظه شويه. والله متحفظه في الكلاس بتاعها كانت مرتفعه جدا. طب اقول لك على حاجه، والله رغم اني كنت شقيه جدا كده، بس كانوا يحبوني والمدرسين كانوا بيحبوني والله العظيم. ده يعني. طب هقول لك على حاجه، يمكن كنت بتدافع عن الغلابه شويه. كنت بدافع فعلا. أيوة. طب والله فعلا يعني كان معانا حد، كانوا طفله من السبيشال نيدز كمان، على فكره كانوا بيغلسوا عليها، انا كنت بروح اضربهم اللي بيغلسوا عليها، ما كنتش اعرفها. عشان كده كنت محبوب. يمكن يعني والله يمكن. كنا بنقول ايه، السلوك المحبوب اللي هو بيتوظف بطريقه سليمه، ان هي ممكن ان هي تكون جوهره يا ابني. شقوتها بتتوظف صح، زي الطفل اللي بيتحرك كتير في الكلاس والمدرس مش عارف يعمل ايه، كل شويه يقوم، ده فرط حركه، فنبدا ان احنا نخليه في ايه، اعمل كذا، يتوظف، اعمل اكتيفيتي، يبقى الكابتن بتاع الكلاس، تبقى مثلا يساعد في الانشطه الرياضيه في الحفلات. بص يا دكتور دعاء، هقول لك على حاجه، الملف ده في غايه الاهميه، والملف ده مش هزار، مربوط كمان بعد كده بالعلاقات الزوجيه ونسب الطلاق في المجتمعات. اللي انت عايز اقول لك بتجوز واحد او بيتجوز واحده، الرياضه بتهذب يعني العواطف والمشاعر. يعني انا لما بربي ابني من هو صغير، هو بيروح، ومش هنقول بقى نادي وتكلفه، الناس تقول لك ما احنا النوادي غاليه، في مراكز يعني. في مراكز رياضيه وفي جيم، ان هو بيحتك بالجنس الاخر، وان دي معاه في الفريق، وان دي زي اخته، فيبدا بعد كده لما يروح المدرسه يتعلم ازاي يتعامل مع البنت، يتعامل مع معاها ازاي في الكليه، مش زي ما بنحصل والحاجات الغريبه اللي بنسمع عنها دلوقتي في تعامل الولد مع البنت. فهنا بتشكل فعلا شخصيه الولد من هو صغير، ازاي بربيه على الايجابيه والتعاون، أو ازاي بربيه على الثقه بالنفس، او العكس بيتربى، ازاي بربيه على ان هو لما بيبقى في فريق ومصلحتنا كلنا واحده، ان احنا مش انانيين، كلنا تيم ورك. ودي فكره التيم ورك اللي احنا لازم نعملها في الشركات والمؤسسات، ان هو ازاي كلنا مع بعض عايزين ايه، مصلحه الفريق، مش مهم مين اللي جاب الجول، المهم ان احنا فزنا في الاخر. صحيح. وفي الاخر ان احنا مصلحتنا واحده، وبشعر بنفسي وبرضه ذاتي، انا عضو مهم في المكان ده، فاشعر باهميتي، وبعد كده كل ده يتغير في حياتي، يتغير في الحياه بعد ما الواحد يتجوز ويفهم ان هي مش عقد عبوديه، ده يسيطر على ده ودي تسيطر على ده، وعقد شراكه، لازم تيم ورك عشان العلاقه تنجح. لكن ده ميسنج عند ناس كتيره، فنسب الطلاق عاليه. بص احنا عايزين حلقات، لازم مرونه، لا عايزين لازم حلقات. مرونه طبعا، الرياضه بتعلم المرونه. لو انا عارفه حضرتك من اسكندريه صح كده؟ لا ده انا جاي لكم مخصوص. لا بجد، انا بتكلم بجد، عايزين ننسق حلقه ثانيه. ده ملف مهم فعلا، ونربط ده بالعلاقات، وزي ما كنت بقول لحضرتك، والنجاح الاجتماعي وغيره، لان ده ملف مهم قوي اعتقد احنا كلنا عايزين نسمعه. وازاي اولياء الامور لازم يحببوا اولادهم في الرياضه، وان هم طبعا دي مهمه جدا، لان احنا للاسف الشديد ولادنا بقى يميلوا للرياضه، لان احنا بنعمل برضو تصرفات غلط، بنجبرهم ساعات على رياضاتهم مش حابينها. المفروض ان الولد يروح النادي او المكان الرياضي، يجرب ده ويجرب ده، وبعد كده هو يقرر. البلاي ستيشن والحاجات دي هو جرب، يعني يسيبوا بقى البلاي ستيشن والسوشيال ميديا، ويبداوا يتجهوا للرياضه. الحاجه الاكيده ان الموضوع ده مليان تفاصيل تستحق ان حضرتك تنورينا مره ثانيه. ان شاء الله هنتعبك معانا بقى وتيجي لنا من اسكندريه ان شاء الله باذن الله. بس فعلا ده موضوع يهم كل اولياء الامور، فاحنا بنشكرك مبدئيا لغايه لما نلتقي ان شاء الله على خير، نورتينا في حلقتنا. ميرسي جدا، شكرا جدا، واتمنى لكم كل التوفيق لقناه النادي ان شاء الله. هنشوفك قريب تاني، ده وعد مننا. ونروح فاصل ونرجع بقى عشان نفتح مع حضراتكم كابتن عادل تعيمه، هينورنا، وملفات بقى كتيره جدا عن كره القدم، واكيد هنبداها بالنادي الاهلي. خليكم معانا.